اداء رائع من اول يوم في البطوله، حاطين هدف اكيد ان شاء الله ان احنا نحصل البطوله دي. شايفه البطوله النهارده ازاي؟ وكمان شايفه المباراه بالنسبه لكم النهارده؟ اولا الله يبارك فيك، هو ماتش السيمي فاينل ده اصلا اهم من الفاينل نفسه. احنا اكيد مش ناسيين طبعا البطوله الافريقيه بتاعت السنه اللي فاتت طبعا حصل فينا في السيمي فاينل، فاحنا نازلين اصلا عاملين حساب كويس جدا للماتش. فرقه البايب لاين فرقه مش سهله خالص، بلوكات يعني نص العناصر اللي فيها في المنتخب اساسا كنا درسينها كويس، بس مع ذلك احنا كنا في الاول متنشنين بس شويه، الضغط بقى والمسؤوليه اللي علينا وكده، بس الحمد لله يعني مع اللعب وكده فكينا يعني الحمد لله. المنافسات وفنيات البطوله مقارنه بالبطوله الماضيه ده نقول في تطور، في فرق مشاركه اكتر مخليه البطوله ليها طعم تاني مقارنه بالبطوله الماضيه؟ هي البطوله دي 22 فرقه مشتركه. البطوله اللي فاتت احنا كنا محطوطين في مجموعه الجزائر وتونس وفرقه من كانت البريزنس تقريبا، فكل المجموعه كانت صعبه بالنسبه لنا يعني كان في لعبه يعني غير كده خالص. البطوله دي المره دي لا، احنا كان اول ثلاث ماتشات بالنسبه لنا كانوا عاديين جدا سهلين، اول دور الثمانيه وهو الوضع اختلف خالص يعني. بس المباراه النهائيه بتستعدوا ليها ازاي وشايف المباراه النهائيه بالنسبه لكم ازاي؟ وتقريبا خلاص انا رايح النهارده، يبقى تمرين بكره بقى، واكيد كابتن حمدي عامل سكاوتنج على فرقه كارتاج، اكيد بقى في محاضره قبل الماتش يعني. طبعا برده المباراه مش سهله خالص، بس احنا يعني قد المسؤوليه ان شاء الله يعني، وان شاء الله نكسب باذن الله. ميرسي.